الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، وليس وراء الله مرمى. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم أما بعد، حياكم الله مشاهدين ومتابعين الكرام، متابعي ومشاهدي قناة المرقاب في برنامجكم برنامج البيان. بالأمس القريب ودعنا شهر رمضان، وها نحن بعد أيام قلائل نستقبل هذا الشهر بعد عام كامل مضى وتصرمت أيامه ولياليه، مات فيه من مات وأنجى الله فيه من بقي على قيد الحياة ليتزود من الطاعات. نسأل الله نجعلنا وإياكم منهم. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: أقبل رمضان. ضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد الحنايا، الداعية الإسلامي المعروف. حياكم الله شيخ محمد. الله يحييك ويبارك فيك. حياكم الله شيخ محمد. خلال عام كامل كتب الله الموت على أناس وتوفاهم الله عز وجل، هم الآن رهناء أعمالهم في قبورهم، ولكن هناك ناس يشاهدون ويتابعون اصطفاهم الله عز وجل وأبقاهم على قيد الحياة. وأسأل الله أن يبلغني وإياهم وإياك هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، رسالتك ووصيتك ونصيحتك لهم. أولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد، فأعظم حقيقة وصية أقولها للجميع، ما دام أن الله عز وجل أمد في أعمارهم إلى هذه اللحظة يسألون الله عز وجل أن يبلغهم تلك الأيام، لأنه ما عرف قدر هذه الأيام العظيمة يا أيها الإخوة إلا الذين حيل بينهم وبين هذه الأيام العظيمة المباركة. ما عرف قدر هذه الأيام التي كان السلف رضوان الله عليهم ينتظرونها إلا الذين حال بينهم وبين ما يشتهون الموت. هم الآن تحت أطباق الثرى، قد تخلى عنهم الجميع، الزوجة وقد تخلت، والأبناء وقد تخلوا، الكل قد تخلى عنهم. أصبح الواحد منهم يتمنى الحسنة، يتمنى الحسنة. ولذلك الإنسان عند الموت كما بين الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا يتمنى الرجعة؟ لأنه عرف قدر الحسنات، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لكن ماذا يقال له؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها. الفرصة كانت عنده وكانت بين يدي. نعم، هناك من الأموات من هو منعم بما أسلف في الأيام الخالية، الذين قضوا ما مضى في طاعة الله في الصيام واستغلوا أعمارهم، فإنهم بإذن الله الآن يجنون الثمرة. ليس كل من مات أنه مثلا معذب، لا، هناك أناس منعمون وهناك أناس معذبون. فالذين ثبتوا على طاعة الله حتى الممات، أدوا ما أمر الله عز وجل من صيام ومن غيره، تجد أنهم بإذن الله الآن وهم في قبورهم في سعداء، يفتح لهم أبواب إلى الجنة بما أسلفوا، بما يعني فات من أيام عظيمة من أعمال صالحة، فإنهم يجنون الثمرة الآن. ومن ضيع فإنه سوف يندم ويبكي البكاء الطويل، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ويوم يعض الظالم على يديه، الذي ضيع لابد أن يعض على يديه ويتندم عندما كانت الأيام بين يديه والفرصة بين يديه ضيعها، فلا بد أن يندم. كان في تلك الأيام إما أن يقضي وقته أمام أشياء تضره ولا تنفع، حتى رأى ما أمامه، رأى أعماله أمامه. يوم يؤتى صحفا منشرة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، عند ذلك يتحسر من ضيع ويفرح من استغل هذه الأيام فيما يقربه إلى الله عز وجل. أحسن عليكم شيخ. كيف يتهيأ الآن المسلم لاستقبال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، حيث لم يبقى إلا أسبوع الآن عن شهر رمضان؟ كيف يتهيأ خلال هذا الأسبوع لاستقبال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان؟ الحقيقة بعض الناس يقول إن شاء الله بستعد، لكن بعضهم وللأسف والله يستعد للسمبوسة أكثر من العمل الصالح. والله يعني بعض الناس للأسف قد يستعد للأكل وللشرب ويستعد حتى بعضهم
من يوم يفطر من بعد الأذان من يوم يأذن من وقت السحور وهو مستغل وقته في الأكل يحاول أنه يستغل ما يمنع كل الحمد لله سنبوسة وكل اللي تبي لكن انتبه أن تضيع هذا الشهر يروح بعضهم ما يزيد وزنه إلا في رمضان والله حقيقة بعض الناس ما يزيد وزنه إلا في رمضان تجده ما شاء الله من يوم يفطر لين وقت السحور ما شاء الله قلب صوم هي نعم فللأسف يعني أن هذا حقيقة أن نقول ما يمنع كل اللي تبي لكن انتبه أن يخرج رمضان وأنت لا ختمت القرآن يعني بعضهم حتى ختمة واحدة ما يستطيع أن يختم ختمة لماذا لأنه أشغل نفسه في أشياء يعني فيها ضرر عليه فنقول لابد أن يستعد الإنسان ينظم وقته ينظم يعني أوقاته في هذا الشهر مثلا يحدد أوقات خلاص ما يخرج عنه حتى بإذن الله ما يخرج الشهر وهو صحيح بقي أسبوع رمضان يستطيع أن يرتب نفسه من الآن من الآن لا يجي بعضهم يقول إن شاء الله برتب نفسي لم يدخل رمضان ويخرج رمضان وما رتب نفسه هذه مصيبة لكن عندما من الآن يخطط ويرتب لأنه موسم عظيم نعم. إذا ضاعت الفرصة أياما معدودات أيام قلائل يعني أيام قلائل ما ينتبه الإنسان إلا تفلت الشهر ثم ننتبه له في آخر أيام ثم يبدأ يعض أصابع الندم يليتني سويت كذا ويليتني سويت كذا لا أنت الآن من الآن يعني أيام قلائل الإنسان يدعو الله أولا أنه يبلغ هذا الشهر ونيته لو سبحان الله كتب الله له الانتقال من هذه الحياة بإذن الله تبلغ هذه النية الطيبة والعظيمة تبلغ بإذن الله مبلغ العمل نعم أحسن لكم شيخ بعض الناس لا يستعد لرمضان بالتوجه للأسواق وهذا ليس فيه حرج لكن يكونه غالبا ودينه توجه للأسواق والاستغناء بالكماليات على أساسيات في دينه الحقيقة نقول الإنسان يستغل إذا له متطلبات من الآن هذا طبعا من الاستقبال أنه يحاول ما يجعل رمضان في الأسواق وفي الطلبات حتى ينتهي رمضان وفعلا يخرج صفر اليدين هذا صراحة بيندم ويبكي على نفسه لأنه ضيع أيام عظيمة فلا يجعل هذا مثلا الطلبات الحمد لله الآن من الآن يحضر الطلبات المطلوبة ويجهز كل شيء من الآن حتى إذا دخل رمضان يكون مهيئ عنده فرصة يقرأ عنده فرصة يتعبد لله يستغفر يسبح يستغل الأيام العظيمة هذا يعني أنا أشوف أنها فرصة الآن يعني عنده أيام الحمد لله أسبوع أو ما يقارب هذا يستطيع أنه يعد نفسه قبل رمضان أحسن لك مع الأخت مبراهيم على الهاتف السلام عليكم وعليكم السلام تفضل يا مبراهيم تفضلي ممكن أكلم الشيخ يسمعك الشيخ يا شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله ربنا رزقنا بإبراهيم وفي وقت رمضان هذا وبعدين يعني أنا جلس عملية قيصرية وما عندي أحد من أهلي وأكلمهم وأتصل عليهم أتفاجأ ما حدا يجي لي ولا يتصل علي وما ألاقيهم ولا يكلموني أنا يعني أفضل أنا ربنا يعني كذا أنا كثير كويسة يا إبراهيم ما فهمنا الصوت ما هو واضح يعني حقيقة الصوت ما يعني هو أنا يا شيخ إيه أنا جبت قطن وأهلي ما يجود أبد وأنا قبل ما أنزل القطن يعني كنت كويسة معهم أزيلهم وأودهم ولا يعني ما يجوا لي بالمرة أيه. وانا اتصل عليهم في رمضان عشان ابارك لهم اجيلهم ما يستقبلوني ليش ما ادري وكل سكتت معاهم اخي بكون ربنا بكون معاقبني عشان انا طيب انا بحث اعمل السير بس ما طيب. يعني ما يستقبلنا بعض طيب واضح يا اختي واضح يا إبراهيم في تشتكي شيخ تقول صلة الأرحام أهلها ما يستقبلونها تصعب تبارك لهم ما يسلبون لها لا الحقيقة الإنسان دائما يتعلق برب العالمين ويعلم أنه ما أصابه يكون بإذن الله رفع الدرجات المؤمن مبتلى وإن الله إذا حب قوم ابتلاهم هي الحمد لله سوت اللي عليها وتتصل بهم وتحاول أنها تصلهم لكن إذا هم ما استقبلوها فالخسارة عليهم هم هي بإذن الله عز وجل ما عليها أي شيء هي فعلت الأشياء المطلوبة منها وبإذن الله عز وجل ما تشيل أي هم ولا تقول والله أنا مثلا معاقبة وكذا الإنسان نعم قد سبب الذنوب يحصل له شيء لكن اللي يظهر أنه يعني ممكن تكون مشاكل خفية بينهم والله أعلم لكن بإذن الله أنها تصبر وتحتسب وتدعو الله عز وجل وتوجه قلبها إلى الله ولا تلتفت يعني النفع أدت اللي عليها ولا يكون عليها شيء بإذن الله عز وجل شيخ لنا نثبط من سؤال إبراهيم صلة الأرحام
قبل رمضان من بيني وبين أخي شحناء وعداوة ما أجمل أن تصفو النفوس قبل هذا الشهر الكريم. نعم، هذا حقيقة فرصة لكل أحد أنه يشتغل يعني هذا الموسم العظيم، تكون القلوب مهيئة. نعم. والنفوس مستعدة، و يعني يزور أقاربه يسلم عليهم. يعني حقيقة لا شك أن هذا الأمر يعني يتصور بعض الناس أنه هين على النفس، لكنه يحتاج إلى مجاهدة من هذا الإنسان، لأنه عظيم عند الله عز وجل وقربه عظيمة، ومن أعظم القربات أن الإنسان يجاهد هذه النفس ليؤدي هذه الأعمال العظيمة، وهي من الأعمال الجليلة في هذا الشهر المبارك. أحسن لك شيخ. تكلمنا عن حال السلف في استقبال هذا الشهر الكريم شهر رمضان، كيف كان حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لا شك يعني أن نقول السلف رضوان الله عليهم كانوا يتركون حلق العلم. يعني نقارن اليوم الناس، نقول نريد منهم يتركون كبائر الذنوب. يعني في بعض الناس يعني السلف كانوا يتركون الأمور العظيمة من الأعمال، يعني أعمال عظيمة مثل طلب العلم ومثل حلق العلم، ويتفرغون لكتاب الله عز وجل. فالآن بعض الناس وللأسف تجد أنه في رمضان ما تكثر أعماله السيئة إلا في هذا الشهر العظيم. يكثر نظره إلى المسلسلات، ويكثر نظره إلى الحرام، بل بعضهم يضيع الصلوات في هذا الشهر العظيم. فالسلف رضوان الله عليهم عرفوا قدر هذه الأيام العظيمة، عرفوا أنها فعلا يعني نتائجها بإذن الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. لأن الصائم الآن إذا صام يعني صراحة يستشعر الفرحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم فرحتان، يوم فطره ويوم لقاء ربه. يفرح أن الله عز وجل أمد في عمره إلى أن أكمل هذا اليوم، فكيف إذا الله أمد في عمره وصام 30 يوم كاملة، شهر كامل، وكيف إذا الله أمد في عمره وصام رمضانات كثيرة؟ الآن يفرح أن الله عز وجل جعله يتم هذا اليوم، يوم عظيم. كذلك يفرح يوم لقاء ربه إذا رأى النتيجة أمامه، رأى النتيجة العظيمة بأجر العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال بعض العلماء أنها تخص الصيام، لأن الصيام من أعظم الصبر، وهو حبس النفس عن الأكل والشرب وعن كل شيء، حتى بين الإنسان وربه. وهو بين الإنسان وربه. نعم. ولعله من أعلى مراتب الإحسان الصائم أنه يعبد الله كأنه يراه. نعم. يستطيع أن يخلو في غرفة، يخلو في مكان، ويعصي الله عز وجل. الله. أحسن لكم شيخ. شيخنا، هل مشاعر الناس واحدة في استقبال هذا الشهر الكريم؟ الحقيقة مشاعر الناس تختلف. بعض الناس حقيقة إذا دخل رمضان يبكي فرحا، يبكي من الفرح. يعني حتى عائشة رضي الله عنها قالت: ما كنت أعرف أن من شدة الفرح يبكي أحد إلا يوم حديث الهجرة، عندما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله، فبكى من شدة الفرح. تقول عائشة: ما كنت أتصور أن أحد يبكي من شدة الفرح إلا ذلك الوقت. فبعض الناس والله إذا دخل رمضان وإن الله مد في عمره تجده يبكي، إذا أعلن دخول رمضان بكى من الفرح إن الله وفقه وبلغ هذه الأيام، يبكي ليستغل هذه، ليستغل يحمد الله ان الله مد في عمره، فبكى شوقا وفرحا ان الله عز وجل امد في عمره ليصوم هذه الايام العظيمه، لانه يعرف ان هناك اناس حيل بينهم وبين هذه بين هذه الايام. وكذلك تجد انه اذا خرج رمضان يبكي حزن، انه فعلا يشعر بالتقصير، انه خرج رمضان وهو مقصر، ويشعر مع انه يعني نجد انه عمل اعمال طيبه ويرجو من الله عز وجل انه يقبل هذه الاعمال، لكن تجد انه يشعر من شده حزنه على فراق هذا الشهر، بعكس المقابل الصنف الاخر ما يضيق صدره الا اذا اعلن دخول رمضان، اسود وجهه من الضيق ومن الهم. وبعضهم وللاسف قد يسافر خارج هذه البلاد الطيبه المباركه، يسافر خارج هذه البلاد ليهرب من هذه الايام العظيمه، وهذا انا اقول قد به وهو معاقب إن لم يتب إلى الله، تجد أنه في قلق وأنه في ضيق. تجد أهل الصيام سبحان الله يجدون من الأنس مع أنه في ظمأ وفي عطش ينتظر هذه اللحظات العظيمة، إلا أنه يجد في قلبه من الانشراح العظيم ومن الطمأنينة العظيمة ومن الأنس العظيم. يعني أنا أستغرب هذا الذي يهرب من هذه الأيام، إلى أين يهرب؟ لو تسأله قال لك أشعر من داخلي نار تلتهب، ضيق وقلق وهم. لكن هذا الصائم اسأله يا أخي أنت الآن وش تشعر به؟ يقول لك: يا أخي والله أشعر كأني أسعد إنسان في الدنيا، مع أنها الآن ريقه ناشف ويشعر بظمأ، لكن يشعر بلحظات عظيمة لا يستشعرها إلا من وفق في مثل هذه الأيام العظيمة. ولا يستشعر هذا حقيقة إلا من وجد لذته. لكن الإنسان إذا كان يهرب من رمضان، يتصور رمضان قيده عن محرماته وعن شهواته، بالعكس رمضان هذا مدرسة،
هذا يربي الإنسان التربية العظيمة على مراقبة الله عز وجل وعلى تقوى الله عز وجل. يعني الإنسان الآن تجده مثلا في عز الظما وفي عز العطش، تجد أنه يدخل يمكن في يجد أمامه الماء البارد ولا يشرب، يجد أمامه الماء البارد ولا يشرب، يعلم أن الله مطلع عليه. شوف يعلم، هنا يبني في نفسه المراقبة لله عز وجل. تجد أنه يبتعد، ما مستحيل ولا يقرب هذا الماء حتى يؤذن. هنا يربي نفسه على ترك المحرمات، هنا يربي نفسه على تقوى الله عز وجل. فما يخرج رمضان إلا وأصبح بإذن الله عز وجل من الأتقياء، من السعداء، من الذين يعني حياتهم طيبة ومماتهم طيب، ويخرج من هذه الحياة على أحسن خاتمة بإذن الله عز وجل. شيخنا، بعض الناس يدخل عليه رمضان ويخرج ولا استفاد منه شيء، ما يستفيد من رمضان ولا شيء، يعني يدخل رمضان ويخرج تجد أن همه ماذا؟ متابعة ما يبث في بعض الجرائد المحلية، ما سيبث من قنوات، من بعض المسلسلات الهابطة، بعض الأمور، تجد أن هذا هو همه في رمضان، سيأتي المسلسل الفلاني، سيأتي المسلسل الفلاني. هذا الذي ذكرنا أنه يبكي على نفسه، والله حقيقة يعني بعض الناس وللأسف ما يفيق إلا عند الموت، يعني ما يفيق إلا عندما ينزل ملك الموت لقبضي روحه يقول تبت الآن. فيعني يخرج 30 يوم تمر عليه لا ختم ولا قرأ ولا يعني استغل شيء، إنما كل صحائفة مسلسلات في أيام عظيمة، أيام عظيمة تمر عليه في ضياع وفي حسرة. هذا أنا أقول ما يجد اللذة اللي يتكلم عنها، لذة رمضان والشعور بهذا الأنس، هذا ما يجده، هذا محروم، هذا محروم. يعني تجده يحاول أنه يوسع صدره بهذه الأشياء، لكن يأبى الله، والله لن يجد سعة الصدر ولن يجد الراحة، بل سوف يندم، يعني يندم إن لم يبادر بالتوبة، لأن باب هذا شهر التوبة برضو، يعني موسم عظيم للتائبين، يعني أنه يرجع إلى الله. حتى هذا لو فعل هذا نقول باب التوبة مفتوح، ارجع، الفرصة الآن، هذا الشهر فرصة كذلك لمن أراد التوبة أن يعود وأن يرجع إلى الله عز وجل، وأن يستغل هذه الأيام العظيمة في الرجوع إلى الله عز وجل والإكثار من العمل الصالح، وينظر إلى قلبه مباشرة، يشوف نفسه فعلا متغير من الضيق إلى السعادة، ومن الهم إلى الأنس، وتتغير حياته، نومه يتغير، بدل ما كان يتقلب على فراشه لا يستطيع ينام من القلق، وهذا كثير، بل بعضهم حقيقة يعني أصبح لا ينام إلا بالحبوب المنومة والمهدئة. تجد هذا الإنسان الذي استغل هذه الأيام العظيمة نفسيته مطمئنة بعد ما كان كما ذكرنا في هم وعلامات الحزن في وجهه والمصائب تنهال عليه من كل جهة، تجد أبواب الخير تفتح له، وما يسلك باب إلا فتح له من أبواب الخير والرزق والسعادة، وكل خير يفتح لهذا العبد. أحسن لك يا شيخ. شيخنا، مقولة الأمة بين اثنين، موفق وفقه الله ومخذول خذله الله، في رمضان هذه هنا تنطبق أكثر ما تنطبق في هذا الموسم. نعم. يعني موفق ومخذول، أنا أقول أنها أعظم صراحة ما تنطبق في هذه الأيام العظيمة. فالموفق سبحان الله العظيم تجده حتى قبل رمضان، لكن إذا دخل رمضان ازداد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وهو أفضل الخلق. نعم، في رمضان، لأن رمضان تضاعف الأعمال الصالحة، فكان النبي يستغل، وإذا دخلت العشر شد المئزر وأصبح كل وقته في العبادة لله عز وجل. فإذا هنا هذه الموفق هو الذي يوفق أن يستغل. يعني بعض الناس حقيقة، وأنا أقول هذا موفق، تجد أنه يختم يعني أقل شيء 3 مرات في هذا الشهر، تجد أنه مثلا يفطر صائمين، يعني بإذن الله هذا برضو عمل عظيم، يعني تفطير صائم. بعض الناس يتصور مثلا أن التفطير إذا فطر لازم يكون فقراء، لا، يدخل فيه لو فطرت أغنياء يدخل في هذا، ويكون له من الأجر العظيم، من فطر صائم فله مثل أجر. يعني المرأة اللي سقت كلب ودخلت الجنة، الإنسان يفطر ناس مسلمين، في كذلك أناس في بلدان أخرى فيهم من الجوع، بعضهم يتمنى يصوم ولا عنده شيء يفطر عليه، بعضهم يصوم ولا عنده والله قد يكون شربة ماء يشربها بعد ما. فنحن في نعم عظيمة، فالموفق هو الذي يوفق لطاعة الله عز وجل، والمخذول من خرج هذا الشهر العظيم وهو صفر اليدين، ضيع صلاته وضيع أيامه، هذا حقيقة مخذول وغير موفق، لكن نقول باب التوبة مفتوح. نعم، أحسن عليكم شيخنا. شيخنا، لو تكلمنا عن الحكمة من مشروعية هذا الصيام،
تطرقنا قبل قليل وانا الان افصل يعني في هذه القضيه الحكمه كما ذكر يعني بين الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الصيام هذا الشهر الكامل هو تربيه للتقوى يعني لتزداد التقوى في قلب العبد يراقب الله عز وجل فهذا حكمه. كذلك هناك حكمه عظيمه ان الانسان يستشعر انقضاء الدنيا يعني الإنسان الآن يحبس نفسه من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس بعدها يأكل اليبي. الآن الإنسان كيف يسوي هذا؟ كحال الإنسان في الدنيا والآخرة. الآن الإنسان في الدنيا يحبس نفسه عن المحرمات وعما حرم الله اللي يسعد في الجنة ولهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فيحبس هنا نفسه عن المباحات ليتعود على حبس النفس عن المحرمات. فننظر إلى حال الصائم تجد أنه في عطش وينظر للماء وينظر للأكل ينظر إلى المأكولات وصابر صابر حتى يؤذن ما شاء الله يطب في الليبي سمبوسة وما شاء الله وكل أنواع الأكل في رمضان كل أنواع المأكولات يطب في الليبي يشرب ويأكل لأن صبر حتى وصل إلى هذه. كذلك العبد المؤمن نعم يصبر على المحر عن ما حرم الله عز وجل حتى ينتقل إلى الدار الآخرة ليجد في هذه الجنة العظيمة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا خدم الجنة كأنهم لؤلؤا منثور كيف بأهل الجنة؟ فلا يضيع الإنسان يعني هذه الفرص. فالحكمة حتى يعرف الإنسان أن القضية لحظات. شوف أنت الآن الوقت بسيط من بعد طلوع غروب الشمس من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس ثم بعد ذلك إذا أذن المغرب تجد أنه يأكل ما طاب ولذ من الأطعمة. كذلك نقول احبس نفسك عما حرم الله لتنعم بنعيم الجنة خالدا مخلدا فيها بإذن الله عز وجل. أحسنك الشيخ. اللي يستنبط من كلامك أن الإنسان يستطيع أن يحرم نفسه عن المعاصي ويحجبها عن هذه المعاصي. نعم. إذا كان في رمضان يستطيع من الفجر إلى المغرب فمن باب أولى يستطيع من الدهر والإفطار يكون في جنة عرضها السماوات والأرض. هل من تعليق بسيط؟ نعم. هو بعض الناس يتصور أنه إذا حبس نفسه على المحرمات أن هذا الشيء بيحدث له مثلا. لا بالعكس، يعني أنت الآن عندما تقع في المحرمات تضيق، يعني المعصية سبب لضيق الصدر. فعندما تحبس نفسك عن هذه المحرمات وهذه المحرمات اللي هي سبب لضياعك سبب لضيقك سبب لتعاستك فإنك بإذن الله عز وجل تدرب نفسك في هذا الشهر تترك مثلا الأغاني وهي محرمة في رمضان وغير رمضان تتركها وتبتعد عنها تبتعد عن جميع المحرمات التي تغضب الله. جرب نفسك شف نفسك شف شعورك شف حياتك تجد تغير تام كامل. وهذا الإنسان يقيس هذه الأساسيات من مشروعية الصيام. لكن بعض الناس اللي ما عرف قدر الصيام يدخل رمضان ويخرج ما تغير شيء فيه، هو كما كان ما يتغير شيء، بل بعضهم يضيع ينام عن الصلوات ولا يكثر تضييعه إلا في هذه الأيام. شيخ، أخواننا المدخرين يستطيعون الإقلاع عنه في رمضان، هل من رسالة لهم؟ نعم، المدخن برضه فرصة حتى للمدخنين. يعني بعض الناس يقول لك ما أستطيع ما أقدر أبطله أو كذا، نقول تقدر. الدليل أنك تمسك من وهذا تعبدا لله، لأن الإنسان يترك المحرمات ويترك هذه يمسك عن الأكل والشرب تعبدا لله تعبدا لله، فهو يستطيع ما دام أنه ترك هذه المدة يستطيع أن يجعل هذا الشهر إقلاعا عن هذا التدخين ويبتعد عنه، لأن ما منه إلا الضرر على الرئتين وعلى القلب وكل المنتجات. تسوي دعاية إلا الدخان يكتب تحذير، يعني يسوي تحذير على منتجات سبب رئيسي في أمراض السرطان. وزي ما قال بعض العلماء قال هو منتهي تاريخه من بدايته، يعني ما له تاريخ نهاية لأنه ما في تاريخ نهاية لأنه منتهي تاريخه من بداية تصنيعه، فهو دمار وضياع للإنسان. يعني أذكر شاب جابوه لمغسلة الأموات كان قبل يموت يقول ما أقدر أبطله، والله اللي قص ملابسه أعرفه، يقول أقسم بالله يوم قصيت ملابسه أفتش الجيوب إلا الدخان في جيبه. يقول وتذكر سبحان الله، قلت الآن كان يعني قبل الممات يقول ما أقدر أبطله، الآن ترك الدنيا بأكملها. فاترك قبل أن تترك الدنيا، اترك ما دمت في وقت الإمكان اترك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أن تترك من أجل الله، لأن يعني بعض الناس وللأسف مسكر القزاز ويدخل الأطفال معه.
يعني بعضهم زاد يعني للأسف هذا يعني الحقيقة ما يستحي من يعني يستحي حتى من نفسه يعني أطفال معه ما خاف على هؤلاء الأطفال أساسا يعني بعضهم وتجد الطفل بعضهم تلقاه صغير يشوف يعني دخان طايح في الشارع يأخذ الدخان ويسوي مثل أبوه فالأب الحكيم يعني يبتعد عن هذا إذا كان ما هو من أجل نفسه من أجل أبنائه فلا يدمر أسرته ويدمر بيته بهذا التدخين الذي هو مرض مرض السرطان هذا شيخ بعضهم قد يكون انه مبتلى ويعرف من قرارة نفسه انه مبتلى بالتدخين وانه يريد الاقلاع لكن يقول رمضان فرصه لكن هل يحتاج الى عزيمه صادقه ودعاء والحاح الله عز وجل شوف انا اذكر واحد اتركه خايف على صحته وكل ما حد قال انا بحلف الان قال والله ما عاد اشتري هو الحين حلف بالله ما عاد يشتري دخان ما يشتري دخان على اساس انه يبطله كل ما حد اتصل عليه قال يا اخي انا حلفت اني ما ادخن جيب لي معك بكتين وعلى ذا الحال واللي صار امتلت الغرفة عنده ما حول 50 درزة من الدخان لما تركه لله فعلا قرر وقال أنا من أجل الله أتركه والله يقسم هو بنفسه قال والله العظيم إني ما كملت اللي عنده يعني كان عنده بكت واحد قال والله ما كملته تركته لأنه تركه من أجل الله أعانه ملك الملوك لأن الله سبحانه وتعالى يعين من صدق معه والله ما يخيبه رب العالمين يعينه ويسدده ويثبته ويوفقه ويكره له هذا الأمر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فتنقلب موازينه بدل ما كان يحب الدخان وديش يحب ما شاء الله القهوة والشاهي والأشياء المباحة وما أباح الله ويكره ما حرم الله فأنت الآن الفرصة يعني شهر رمضان فرصة عظيمة فلا يضيعها ويستغل هذه الفرصة في الإقلاع عن المحرمات الدخان وغيره أحسن لكم أنتم قلتم رمضان فرصة عظيمة ما الأعمال التي نستقبل بهذا الشهر كريم شيخ الفاضل الأعمال كثيرة حقيقة في هذا الشهر ومن حكمة الله عز وجل ينوع الأعمال حتى النفوس لا تمل من أعظم الأعمال بعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها نعم. الصلوات الخمس يحافظ عليها لأجل فعلا يؤدي هذا الصيام الحق لأن بعض الناس يصوم ولا يصلي وهذه مصيبة عظيمة فيحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها كذلك الصيام هذا من أعظم الأعمال الصيام قراءة القرآن لأن هذا شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهذا القرآن العظيم الذي للأسف يعني بعض الناس ضيع بعض الناس لا يعرف القرآن إلا في رمضان فيكثر من قراءته وتدبره وكذلك من الأعمال الأخرى اللي هو الصدقة وتفطير الصائمين هذه كلها أعمال طيبة ومشاركة في أعمال الخير نعم أحسنكم شيخ بعض الناس يسهر في رمضان إلى الفجر بعد السحر بعد ما يتسحر وينام نهار رمضان رأيكم مصيبة ما أنا ما نقول في بعض الناس إن شاء الله قد يكون عنده ترتيب نعم أنا أقول يحاول أنه يأخذ ولو قسط من النوم حتى يتقوى مثلا إذا صلى الفجر يستطيع أن يجلس ولو إلى وقت الإشراق من أجل أنه فعلا هو هذا الوقت عظيم في قراءة القرآن لو يقرأ له في اليوم جزئين ثلاثة أجزاء هذا موطن عظيم لكن لو بعضهم يسهر وعنده قدرة إذا كان يسهر وعنده قدرة على أنه يقوم لصلاة الظهر أو يعني ما يضيع الصلوات فهذا ما يمنع لكن الأولى له أنه ينام لكن إذا كان السهر يجعله يضيع صلاته فبعض العلماء رأى في هذا أنه لا يجوز وقد يكون محرم إذا كان السهر يجعله يضيع الصلاة يكون في هذا الموطن محرم عليه أنه يسهر إذا كان يضيع الصلوات بسبب هذا السهر نعم. لأنه لم يفعل السبب الصحيح فلا يسهر إذا كان يضيع الصلاة لأن بعضهم للأسف يسهر وثم ينام الظهر والعصر هذه كلها نايم وبعضهم أنا أذكر المفطر الساعة 9 يقول لهم لك صمت عزك الساعة 9 في الليل يعني بعضهم للأسف ضيع والله بعضهم ما يفطر إلا الساعة 9 هذه صراحة مصيبة كيف يجد لذة رمضان نعم أحسن عليكم معنا الأخ سعد الحربي على الهاتف السلام عليكم هلا حياك الله يا سعد تفضل يا هلا والله كيف حالك حياكم الله أبغى أتحول على الشيخ الله يتدخل يسمعك الشيخ يسمعك تفضل كيف حالك طال عمرك حياك الله يا شيخ عندي سؤال من الشيخ الله يتدخل سم
في عندنا ناس طال عمرك هنا جيران لنا الله يهديه. نعم. اللي هو طال عمرك يسهرون للساعة حدود 12. شايف بعد الساعة 12. 12 في الليل ولا في النهار؟ اه 12 ليلا يعني يواصلون ليلا. 12 ليلا نعم الساعة 12 ليلا. نعم. شايف ويقف لا الساعة 12 من الليل. نعم. يرقدون عن صلاة الفجر ولا يقومون الا صلاة الظهر. ما حكم صيامهم طال عمرك؟ طيب طيب واضح واضح جزاك الله خير. هو يتكلم شكرا لك يا سعد شكرا لك. هو يتكلم عن اجر الصيام. نعم خلاص اللي منام عن صلوات وانك تتكلم عنها قبل قليل لكن ما تكلم عن الاجر. هل ينقص من اجر صيامه شيء؟ لا شك هو الصيام يكون صيامه صحيح لكن الصلاه اذا كان تعمد الترك طبعا الترك بالكليه او هو ما يصلي بالاصل فلا شك ان اعماله ما تقبل على قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ الفوزان واكثر العلماء على انه من لا يصلي لا يقبل صيامه. اللي ما يصلي هذا صيامه غير مقبول وحجه غير مقبول. حتى واحد سال الشيخ ابن عثيمين قال يا شيخ انا حجيت وانا ما اصلي قال كيف تدخل مكه وانت لا تصلي. فالذي لا يصلي صيامه غير مقبول. لكن لو انسان مثلا فاتته الصلاه بدون يعني قصد بدون تعمد فعل الاسباب حط منبه وضع المنبه وضع الأشياء أوصى أهله يوقظونه لصلاة الفجر لكنه ما استطاع أن يقوم هذا يكون معذور إذا فعل الأسباب. لكن إذا كان تعمد أنه ينام فهذا الحقيقة من العلماء من يرى إذا تعمد الترك منهم الشيخ ابن باز رحمه الله قال إذا تعمد ولو ترك فرض واحد فإنه يكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة وهذا في صحيح مسلم. نعم. فالذي يضيع الصلوات وش بقي له؟ وش بقي غير الصلوات اذا ضاعت الصلاه ضاع. نسال الله السلامه والعافيه. نعم. احسن عليكم شيخ. مع الاخ صالح على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله يا صالح تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله مرحبا. الشيخ يسمعك تفضل يا صالح على عجل تكرما. الحقيقه يا طويل العمر اذا قرب رمضان يعني معروف ان شهر عباده وشهر طاعه. نعم. يعني على السوبر ماركات وعلى حق الديوانيات. نعم. الديوانيات حقت السهر او الخيام او تجلس في بيت العمر السلام يفطر حتى بعضهم ما يفطر مع اهله هذه مشكله صراحه يفطر برا يطلع العمر مع الشباب ولا حتى الصباح ومن الصباح يصلي الفجر ونوم واستغفر الله لا ظهر احيانا لا عصر ما يقوم الا على وقت الافطار وهكذا والحقيقه ما في يعني لهم دعوه توجه او يعني تقول لهم ناس مشايخ في هذه المخيمات وينصحونهم يوجهونهم او يحطون ضوابط لهذه المخيمات حتى يصير فيها مشاكل ولا يصير فيها يطلع مرس هواش واستخدام السلاح الابيض احيانا يصير فيها تجمعات خاصه الدورات الرمضانيه هذه انها تصير فرق واحزاب. الحقيقه هم يعني فيه يعني من ناحيه الدعوه لهم تقصير شوي مو نقول تقصير يعني اهمال. هذه المخيمات فيها اعداد كثيره من الشباب صراحه. واضح يا صالح واضح واضح وصلت. اشكركم وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير. والله يعيد عنها عليكم ان شاء الله. بارك الله فيك يا صالح بارك الله فيك. معنا الاخ فلاح. الو السلام عليكم. حياك الله فلاح تفضل الشيخ يسمعك. فلاح معي على الهاتف. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تفضل تفضل. انا عندي ابو طال عمرك حدث حال خاص سام بس ارد عليه طال عمرك بلا العار بعضه يقول ما سم عليها جفاه وبعضه يقول سم عليها ما ادري هذا يا فلاح برنامجنا عنوانه اقبل رمضان وليس برنامج فتاوى لعلك تسال فيها سام اقول برنامجنا عنوانه اقبل رمضان وليس برنامج فتاوى الله يحفظك شكرا لك يا فلاح. شيخنا صالح كان يسأل يقول الشباب يسهرون في الليل وبعضهم ما يفطر مع اهله وفي المخيمات وتحدث بعض المشاكل، يقصد المخيمات الشبابيه تجمع فيها وقد يصوم فيها لاستخدام السلاح الابيض ويقوم بعضهم قد يفطر فيها ولا يصوم. رساله للشباب في نهايه هذه الحلقه ما بقي يمكن الا سبع دقائق. رساله للشباب في نهايه هذه الحلقه. والله الشباب فيهم خير وسبق تكلمنا عن الشباب. نعم. وكما ذكر اخوي جزاه الله خير هو ناصح يعني كلامه كلام انسان يريد الخير للشباب وهذا جميل يعني انا احب الشاب اللي يحرص على اخوانه ويكون عنده الحرص على دعوتهم للخير لانهم مساكين يعني هؤلاء مثلا اللي هم في المخيمات
سبحان الله عندما يزورهم الإنسان يجد منهم قبول عظيم، تجد أنهم يتقبلون، بعضهم يبكي، بعضهم يندم على ما مضى من عمره، فهم فيهم خير، يقبلون ويحتاجون، زي ما يعني مثل ما ذكر أخوي جزاه الله خير، يحتاجون من يذهب لهم يزورهم بالكلام الطيب، بالأسلوب الجميل، بالكلمة الطيبة، تجد أنهم يتأثرون ويقبلون، لأنهم هم مساكين، بعضهم ما سمع ذكر، بعضهم ما سمع ذكر في حياته، بعضهم يعني كل حياته في إما في ملحق وإلا في استراحات وإلا في مخيمات قائمة على المعاصي، ويتصور أنه يقول أنا خلاص خلني بس إيش، ما يجد لذة أساسا، بيشرب ماء ولا صيام ولا ضياع فعلا، فهو مسكين هذا محروم، ولو مات وجاءه ملك الموت على هذه الحال وش موقفه؟ يعني موقفه لو رمي في حفرة مظلمة وهم ضيع، من سينفع؟ من هو اللي بينفع في هذا الموطن إن لم يكن إن لم يرحمه أرحم الراحمين؟ والله ما أحد يرحمه، إن لم يرحمه أرحم الراحمين والله ما أحد يرحمه إذا رمي في حفرة. فأنا أذكر الشباب جميعا مع أن فيهم خير وفي إقبال كبير خاصة بفضل الله في رمضان يقبل الشباب، لكن هؤلاء اللي في المخيمات وغيرها باب التوبة مفتوح، يرجعون إلى الله عز وجل ويستغلون هذه الأيام في الصيام وفي البعد عما حرم الله والبعد عن مثلا النوم في هذه المخيمات، يفطر مع أهله ويستفيد ويذهب إلى المسجد يصلي، وفعلا في هذه في هذا الموطن سيعرف فعلا قدر نعم. هذا الشهر المبارك. أحسن الله. معنا الأخ سلمان على الهاتف. السلام عليكم. على حياك الله يا مرحبا. أنا أشرب الدخان. نعم. أشرب الدخان وبحاول أسيبه في رمضان، كيف أسيبه؟ تبي تترك في رمضان؟ اي نعم ان شاء الله بشاية الله. لعل الشيخ تكلم لكن من باب تذكير. أيوة انا اصلي الحمد لله، انا اصلي الحمد لله ولا يفوتني ولا قرن فاي وقت. يصلي ايه طيب واضح يا سلمان، لعل يكون اخر اتصال معنا الاخ سلمان. طيب شيخ تكلم عن التدخين، احنا تكلمنا عنه لكن باب التذكره في نهايه الحلقه. اخوي جزاه الله خير، يعني الرجل جزاه الله خير، ان شاء الله نحسبه انه صادق وانه يريد الترك بالكليه في رمضان وبعد رمضان يكون انطلاقه له على تركه، ويدعو الله عز وجل. يعني انا اقولها للجميع سواء في مساله الدخان وغيره، كل مبتلى فيه رب عظيم، والله ما احد وجه قلبه الى الله الا وجد بغيته. للأسف الناس الآن يضرعون إلى البشر المساكين، حتى من أصيب بمرض أو بلاء سواء ابتلي بدخان أو أي معصية، يا أخي توجه لملك الملوك، والله ما دعاه أحد وخاف، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الإنسان يدعو يتضرع لله خاصة في هذه الأيام العظيمة، مواطن عظيمة للإجابة، يرفع يديه ويتضرع، يا الله يا حي يا قيوم، اللهم ابعد عني هذا أو فرج عني هذا، والله ما أحد دعاه بصدق إلا فرج الله عنه. المشركين إذا ركبوا في الفلك وهم مشركين دعوا الله مخلصين لهم فلما نجاهم وهم فما بالك إذا كان المؤمن. حتى بعض العلماء قال الكافر إذا اضطر أجاب الله دعاءه، فالله عز وجل نعم كثير من العلماء ذكر هذا، المضطر. وفي بعض الكفار أسلم كان مضطر ودعا الله ففرج الله عنه ودخل في الإسلام. لا إله إلا الله. فالإنسان يتضرع لله، لأن وقت الشدة للكفار يذهب الكفر اللي عنده، يخلصون، يصير عنده إخلاص في دعائه لله فيفرج الله عنه، فبعضهم يعتبر ويتوب، يقول فعلا ما دام رب عظيم لماذا أنه يقع مثلا في الشرك وفي الكفر ودعاء غير الله عز وجل وسؤال غير الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، سواء في أي أمر، والله ما حد استعن بالله واستغاث بالله إلا فرج الله عنه. هذه أعظم وصية، أن الإنسان في كل، لأن بعض الناس قد يقول دعوت، لا استمر في الدعاء واترك موانع الدعاء، لأن بعض الناس قد يكون عنده مانع، وبعض الناس قد يكون من الحكمة أن تتأخر دعوته لأن الله عز وجل أعلم بمصلحته، تتأخر الدعوة لحكمة من الله عز وجل، لكنه يتضرع لله في كل حاجات. بعضهم يذهب إذا أصيب بمرض أو بأي مرض أيا كان لجأ إلى البشر الضعفاء أو كذا، لا توجه إلى الله وادعو الله عز وجل والله ان ترى النتيجة. نعم.
أحسن لكم. شكرا لكم شيخ محمد، جزاكم الله عنا خير. آمين. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، وصلنا نحن وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامجكم برنامج البيان، كان عنوانه وأقبل رمضان. كان ضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد الحنايا الداعية الإسلامي المعروف. إلى لقاء آخر من لقاءات برنامجكم برنامج البيان، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.